الحمد لله بقى، طالما ربنا كرمنا ومعانا فلوس كتير بقى يبقى ما نبقاش عالم معفنه ونعمل لايك. طالما معناش فلوس معانا فلوس كتير مش عالم معفنه، نعمل لايك. ما تنساش بقى تعمل لايك، شوف كانت فعل الجرس. ها سامع يا مود؟ يلا انا سمعك سمعك. مش انا بكلم، مش بشرب شرب. مش هقول للمتابعين الكلام ده، انا بقول لك انت يعني هم بيعملوا لك انا بالحب. طب بقول لك ايه، امسك يا الشنطه. يا طفل كم، انا خرب بيتك يخرب بيتك. بص ايه يا جدعان، احنا اكبر تجار تفاح، اخترع شوربه جديده من شوربه التفاح ونازل اكل فيها ليل ونهار. لما بصوا كان نص المحصول، نص المحصول الطفل ده كان، الله يخرب بيتك. انا بس اعمل بقول فيك لك ايه؟ ايه، اعمل فيك ايه؟ انت بص امسك جرب، امسك جرب. لا اله الا الله، اكل بيت بتاعي ماشي. ايه رايك؟ لا جامده، لا جامده، احنا شفت مش هنبيع المحصول ده. بقول لك ايه، على احنا بص، هو المحصول ثمنه 7 جنيه الكيلو، 7 7 جنيه جنيه احنا نقول لهم خلاص، الكيلو ب 15 جنيه عشان ما نوافقوش ونعمل شوربة تفاح ده طعمها جامد. ونعمل تعال حاجة تانية. تعال عارف نعمل ايه؟ نجيب فلوس نعمل ايه؟ ونخلي عندنا تفاح نعمل ايه؟ ب 10 جنيه يا مدام. ايوه انا 10 جنيه لا التفاح اللي ده بالعربية ايوه الكارو اللي معدي من تحت بيتكم، مالناش دعوة بيه. ماشي. ما بيعديش، ده بيعدي ب 4 كيلو، بيعدي من عندي انا 4 كيلو ب 10، بيعدي بالبطيخ. بيعدي 4 كيلو بالبطيخ. ب 10، لا ب 10 لسه يا ابني جايب 3 بطيخات والتلاتة طلعوا قرع كويس. وحاجة زي الزفت يعني. لما نجيب ايه حاجة ده؟ انت يا يا برضه حيوان، فين اخوك؟ عايز ايه يا عم؟ انت جوه البيت يا عايز نهارك يلا اسود، ده حرام. بيضربني، ده بيضربني. انت بضربك حيوان يا يعني. اللي فوق، انزل لي ولا انزل. عيب بص ولا بتشتمش، يا بتشتمش انا لو بتعمل مت عليهم من فوق، انت بتعمل هعمل عليهم من منك فوق. شاورما، انا لو مت هعمل منك شاورما، انا قلت لك يعني. كانت حنظره من انظر. باسم باسم دورك جاي. دورك جاي ضارب من كله، انا ضارب يا ابني، ده خلاص اخويا، ده خلصت يا كده من عندك حيوان يا بني ادم، يا بلاش رجل. كلبه. ما انت ده مش عايزه، ده هرجع بصوا، بعيد اللي وبتاع. فوق ده، اللي فوق ده المفروض ان هو تاجر. عمركم ايه شفتوا تاجر متخلف؟ وربنا لك اطلع ولا تفعل هو ده انزل تاجر لي متخلف؟ مالك بيه؟ مالك بص باخويا؟ مالك انت باخويا؟ شبح. بص اقول لك على نعم. حاجه، تعرف عايز تغني؟ ايه؟ تعرف تغني راب؟ عايز ايه؟ تعرف تغني راب؟ يا ده من كده، تعمل كده؟ انا اصلا بعرف تعبط اعمل ازاي كده، بس؟ انت مش لك انا فاهم. بعرف، انا بعرف اوريك. وريني. يا يو تي تو سي تا بس تو دي. بس بس بقول لك ايه، بس بقول لك الله ايه، يخرب شفت انت بيتك كوكز اليوتيوب؟ اسمه ملك كوكز اليوتيوب. اليوتيوب. غني بقى وغني يلا. لا انا ويجز يوتيوب ما بيغنيش. بس يلا، ويجز يوتيوب ما بيغنيش، ويجز يوتيوب بيعمل افلام اعظم افلام، ما تنسوش اللي حبيبي. عندك وشه. ده هينزل في قناة شوف مش ويجز يوتيوب بس، ماشي. هم يعملوا لايك هناك يا عم، مش مشكلة عادي. بس استنى، مش هينزل في قناة كوكز اليوتيوب؟ لا، لان ويجز ديسلايك. يوتيوب يلا سالك سالك يا وجز انت. حبيبي. بصوا احنا النهارده جايين نعمل معاكم صفقه ان شاء الله يعني، والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله، ونكمل ايه يا بقية عم الاذكار بقى. ايه ده الطريق للاشتراك في بكره القناة؟ الجمعه، والنهارده الفيديو هينزل الجمعه عامه يعني، فهنقول خطبه الجمعه بقى الحمد لله. بص لا انا مش هفتح عشان انا مش حافظ الخطبه كلها. بقول انت حيوان انت، هو ماشي. بقول لك ايه، دورك يلا نصلي جاي، العيد اللي فات، يلا نصلي العيد اللي قبل اللي فات. دورك جاي. بس دور اللي فات ايه؟ اللي فات احنا نستعبط نجيب لهم التفاح ونروح. انت ماشي. بص يا حيوان، طب بص حضرتك، هقول لك اتكلم انا، بص هوري انا اتكلم انا، حيوان يا جزمة. عيب ايه؟ ليه الشتيمه؟ ليه الشتيمه يعني؟ ان النهارده انت الجمعه. هل تعلم ان الشتيم حراما؟ ده مست، بص يا ابني، ده مستر لورد وده مستر انيمال. بس انا بتكلم معاه، بتكلم معاه باحترام يا مستر. بص دلوقتي احنا التفاح عندنا وصل، المزارعين والفلاحين كلهم جمعوا التفاح، والحمد لله في مجموعه شيستات كبيره، والتفاح من الاحمر الفخم، الاحمر الفاخر، الاحمر الجامد، الاحمر الرايق. بص تفاح خلاص عرفت ان رايق، هو احمر، تفاح طعمه بس احنا جامد، تفاح عرفت طعمه الحلوه حاجه ما وصفتش. فالكيلو دي. والصلاة على النبي، الكيلو واقف ب 15 جنيه. هتقولي لي ما الكيلو لو ما ب 15. استنى يا ابني، لو ما قلتش عملتها ازاي هروقك بعد الفيديو. كمل يا رجاله، كمل يا رجاله، ماشي يلا. يلا بس لا اله الا الله، الكيلو تفاح واقف ب 15 جنيه، هتشتري ولا شفت تلاقي غيرته؟ انا ابو اخر. لا يا عم احنا اسمع، احنا مش يلا انا كلمتك انت، يلا انا بكلم، انا استنى بكلم خليهم مستر لورد دلوقتي. مش بكلم مستر انيمال. انت مالك؟ طب بس يا مستر بص دورك. حضرتك يا فندم، احنا عندنا اجود انواع التفاح، عندنا الاحمر وعندنا الاصفر وعندنا الجولد يا فندم. انت تعرف ان الجولد دوت مش بتلاقيه في اي حته؟ هل تعلم ذلك؟ احنا بنبيعه عندنا ب 15 جنيه. يا بس ابني انت بتكلم مين ده؟ مستر دونك اللي مش هيفهمك ده، كلم لورد. خلاص حضرتك، احنا عندنا تفاح احمر احمر حمر. التفاح اللزق يا ابني ده مستر دونك الاكبر، ده مستر دونك الاصغر، والاثنين اخوات عادي يعني. اخويا ده اخويا الاي على تعال يلا دونكي. دونك ار يو دونكيز.
يلا يا عم مستر دونكي. عيب يا مستر دونكي. على الاصفر ده شايف التفاح الاصفر ده؟ انت ما عندكش. لا ده احسن تفاح ده. صلي على النبي. صلي على النبي واللي صلي على النبي يكسب. عند المعلم ويجز تفاح من الاحمر يعني طعمه حلو يعني مسكر زي العسل. طب استنى على النبي يا عم احنا معانا حاجات اكتر. اما تسمع حد بيقول لك صلي على النبي تقول له صلاه السلام. يلا على صلاه السلام مستر دونكي. على جنب مستر. يا مستر دونكي مالك؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ عشان ما ادك كلش بجد. اه والله ده انا خليك تاني الكيلو ب 10 الكيلو ب 10. قرب قرب اللي يكسب يا ابني. وانت قاعد في محمصه يعني؟ انت قاعد في محمصه والله. بس كان نفسي اطلع كده. بس قلت لك ما تقعدش كتير مع مستر دونكي وانت برضه. معلش معلش اتعدت منه. بس استنى ما انا بقعد مع دونكي الاصغر. لا ده مستر دونكي الكبير. بص بص في علامه الدونكي. ايوه بص عينه. ايوه واي دونكي الاخيره 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 حرف الواي. ايه ايه ده؟ انت فين؟ انت بتسك على سكن؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استنى 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 ده وات. لف كده لف لف لف. اه انت عيان انت عيان. هات حقنه بسرعه. هات تفاح. هات حقنه بسرعه. حقنه من عينينا دي. انت تؤمر يا فندم. حقنه تفاح. حقنه تفاح بسرعه. حقنه تفاح. بقول لك ايه؟ بقول لك انا بس بقول لك يا اخي انت الحقنه دي تحطها فين؟ بلاش اقول لك مستر دونكي. انا اقول لك. انا بقى الادب. هقول لك انا هقول لك هتحطها في ايدك. بص لا داعي. لا بص حضرتك ممكن عندنا كده تحط السلورد. السلورد تعال تعال اما اقول لك. بس بقول لك الراجل ده غبي قوي ولازم ياخد حقنة الذكاء دي. اديها له. تعال تعال اما اقول لك. تعال خد بس الحقنة دي هتخليك ذكي جدا. تعال تعال بس اما اقول لك. تعال اثبت بس كده. بس خلاص انت كده زي الفل في امان. انت زي لف يسود. لف ورينا مودي. اجري يا مودي. اجري يا مودي. خد يلا انت قتلته ولا ايه؟ اجري يا مودي. السلام عليكم. ما اعرفوش ما اعرفوش. تعال تعال انا عايز ايه يا مستر؟ مش بقولك انت مستر دونكي. انت مستر دونكي. انت مستر. قال انما مستر دونكي لايق عليك جدا. بص انا مش سميك دونكي واحد. بص يا باسم بقول لك ايه؟ اقولها لك بقى بالطريقه الثانيه. باسم بص يا باسم. بص بص انا عايزك تبص بس عليا. اه هتسميه دونكي؟ سميه مستر دونكي. ما تقلش من كرامته مستر دونكي. باسم ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه رايك اخليه اسمه ايه ده؟ عشان لسه من كام يوم كنت طالع من امتحان انجلش. ايه؟ هتسميه ايه بقى؟ بص اتفرج. ايوه مستر دونكي. مش يا حبيبي ده ايه ده؟ ده واحد. ده اقول لك ده ايه؟ لا دي مش مدرسه اوغاد. دي مدرسه المسرسعين. بتكلم جد والله. ده ما ينفعش. انا دلوقتي عايز التفاح بتاعي. التفاح بتاعي لو ما جاش انا ممكن اعمل لكم كارثه ومصيبه. اقعد يا عم يا مستر دونكي. يلا على البيت. تفشى من حاجه. يلا يلا نسب نسب. طب وربنا عينه نفس لون عين الدونكي والله. بص اه والله يا ابني هو لاقي عليه اصلا. دلوقتي اشوف حد غيركم يشتري التفاح. بص بص انا هجيب اكل حليب. ماشي انا هجيب اكل خبز. اه جيب دونكي. اه شي يا حمار. يا مستر دونكي تعالى ورايا. يلا مستر دونكي بيرفع بيه حصان. تعالى تعالى ورايا يا مستر دونكي. شيل شي يا حمار. بقول لك ايه؟ صدق الواد لما نتقابل تاني انا خليك دونكي. لو جيت بقى سيب سيب الحمار. سيب الحمار. ما بقول لك ايه؟ استنى استنى انا مستر دونكي اخوك. انت نسيت اخوك. شوفوا اعمل فخده مين. يلا سلام عليكم. يلا يا سوخ. انت قلت له فخده مين؟ ده لو سمعك هيبقى لاشق يا ابني. راحت اخوك يا ابني. انا قلت لك تعالى مش عارف امشي. تعالى امشي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ شفت الناس كانت بتكلمنا ازاي؟ شفت الناس كانت بتعاملنا ازاي؟ شفت الناس كانت بتزعلنا ازاي؟ شفت ماشي. بقول لك ايه؟ بس استنى امسك الدول بالازاز. انا اعرف واحد كروي يا لهوي عليه. خنزير خنزير خنزير. بص ليفل التوب. ليفل ليفل. بص فوق التوب ليجند. فانا عايزين نتكلم. استنى هقول لك حاجه. حاجه اقول لك على حاجه. استنى هاي لعبت راي. اه هاي شغال واي فاي. بص يا ابني يا ابني خلاص يا ابني. ده هزار يا ابني. ده هزار يا ابني. دلوقتي احنا عايزين نكلم الراجل ده. الراجل ده خنزير خنزير خنزير. بص خنزير 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 يعني. عايزين نكلمه ناخد منه تي ان تي الكل على ما فرحانين بيها دي بتاع بابا نويل بتاعتهم. ندغدغ ندشمل لهم. عارف دي قلعه ايه؟ اقول لك بس بجد. بيقول لك دي قلعه جده. جد 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 جد. عارف دينكم بقى اصلا جده كان اسمه ايه؟ انا عارف ايه. انا قلت ده انا كنت ده عشان عيب. بس اسمع قول. ابو الباس صح؟ صح هو. بس كان في اسم تاني. ايه؟ ابو الباس الدونكي. بس
هيب هيب تعالى استغنى تسمع هيب هيب على اقولك في بقك. طب بس ناخد شيس التفاح ايه ندي للراجل الخنزير هو ما يشوفش شيس التفاح اروح مديك اللي انت عايزه كله. انا هاخد منه بس ايه؟ على الواتساب انا هاخد منه بزوقتين وانت بزوقتين وتي ان تي وفلنت. اول ما الدنيا تليل هنروح نغير لهم البيب بي تي ان تي ونكسر. بص ده ضغلهم من القلعه. تعال يا رب بس يفهموا. بس تليفونك هات تليفونك استنى هات تليفونك تليفونك بسرعه استنى يا عم. قال لي تليفون يا عم التليفون الايفون برو 12 ماكس فاكس عكس ماكس بسرعه. بقول لك ايه مش تبارك لي ايه انت جبت ايه؟ جبت كارت شاشه ار تي اكس 3090 برضو. انت مش عارف رب... حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله. لا انت مش كلمه لم بالله ربنا اصلا حبيبي حبيبي ماشي. حاج صبحي يا عم حاج صبحي اي عايز يا ابني يا حاج صبحي فينك يا حاج صبحي؟ انت وحشتني جدا يا حاج صبحي يا خنزير حبيب قلبي والله. ايوه انت برضو مجهز لك شيستين تفاح شيستين تفاح من حمر المسكرين. انت فين؟ اقول لك انا فين؟ انت فين؟ بص كده فوق بيتك قلبي يا... انت في مش بقول لك خنزير الراجل ده خنزير خنزير يعني خنزير خنزير ليفل الخنزيره الكبيره. انت بتشتمني انا؟ لا يا عمي لا اله الا الله لا اله الا الله احنا بنحبك شيل في ايدك ده حاج. بص شيستين بس عندي خدمه ليك صغيره يعني دورك جاي من اخوك يعني من اخوك حبيب. اه والله يعني يعني حب التي ان تي لاخوك بس عشان الدوري ما بيجيش. ها انا الدوري مش بيجي انا هنخليه يجي اتصان انا هخلي لك دورك يجي قريب هينتهي يا بحب. بس بص هم 64 دايموند في تي ان تي واحده فلنت اربع بازيك وتشكر قوي على كده تشكر جدا بزوك بزوك اللي هو بزوك يا ابني شيل ام كارت الشاشه يا ابني انا ما عنديش كارت الشاشه في جهاز يا ابني انت بتخسرني يا ابني. وانت حد مصرتك عليا امسك ركب بعد عني رد بالله عليك بعد عني خلاص بقول لك ايه خلاص لا 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 بهزر 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 محتاج محتاج دورك جاي بس خلاص ماشي. بس بقول لك ايه دلع على نفسك هضربه بالازازه امسك بس اسكت اسكت ابدا ابدا 1 2 3 خد قلبي قلبي يا رب خلي كفايه 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 بقى. طب عمو ممكن بس ما تحبت بازيك بس فيش غلب الكلام ده. لا بص عايز اجرب بس الثاني الرايق هات عمو عمو هات بازوك عمو هات بازوك بس الرايق الشيستين دول. طب يلا يا جماعه يا جماعه يا استاذ استاذ خنزير عايز ايه يا ابني؟ ممكن بس اخر طلب من حضرتك استغفر الله العظيم يعني انا عايز مش عايز بص انا عارف ان انت مسيطر على المكان كله مش عايز اي كلب يعدي من الشارع ده او ما الدنيا تليل ولا حد يعدي من الشارع. لا 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 الكلب ده خلاص بص خد بس اشتري التفاح انت وتعامل بقى انا عارف ان انت ما شاء الله عليك خنزير خنزير يعني يلا بينا. بس بص 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 بص, بص اللي هيقرب منك انا هعمل له حاجه واحده بس انت عارف طبعا اني خنزير يعني و... ايوه مانع على حضرتك وقال على وش حضرتك على الرايق على الرايق الكلام ده يلا بص عشان ده شكله اللي ابن خنزير حبيب قلبي ودي يا ودي اه ايه دنيا تليل ونطلع على بيت العيال دي ممكن نروح نتفق معاهم اخر مره دلوقتي قبل الدنيا ما تصل ساعه وتلاقي تعالى نروح لهم بسرعه ماشي ونشوف دنيتهم ايه ليلي ليلي خش تاني خش تاني انت معكش ساعه انت لو كان معاك ساعه كنت هتفهم. لا التفاح التفاح ده هيصعب عليا والله هيصعب عليا التفاح ده لان احنا بعد ايه ما نجيب حبه بوزيك بس حاجه يا ابني قبل ما امشي حبيب قلبي يا خنزير يا كبير حبيب قلبي بس يا حيوان انا اسف معلش راس صغير معلش معلش عيل صغير معلش معلش لا حضرتك انا بقول لك هفجر لك البيت حبيبي حبيبي ربنا يخليك بس يا متخلف يا متخلف ده خنزير انت شايف. لا يا استاذ يا بني ادم يا بني ادم يا ما ينفعش كده يعني شيستين التفاح لسه انت واخدهم يعني ما لحقتش تطفحهم حتى ولا عملتهم عصير حتى على ولا حد عملتهم حتى ملوخيه الارانب. بص يا ابني انا هقول لك كلمتين بص إيه؟ انت بص ما فيش اهم بص الاهم من رضا الوالدين هم رضا ابوك وامك دي حاجه لازم تكون انت واخدها قاعده كده. استنى 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 انت بتقول ايه يا ابني دي قاعده انا بفتكرها كل فين وفين فقلت لك اول ما افتكرتها على طول دي قاعدة انت غلطان فيها كمان يا ابني دي الصح يا ابني لازم تراضي ابوك وامك ومالكش دعوه بقى بالولادين خالص اهم حاجه رضا مش دعوه ارميهم يعني اضربهم لا اهم حاجه تكون كويس مع ابوك وامك وبر ابوك وامك انما بر الوالدين انما بقى ايه انت اهم من بر الوالدين يعني ابوك وامك اهم من بر الوالدين فانت تركز معايا ركز معايا عشان ما تتوهش معايا مني يلا تعالى لازم نبقى كده نجيب له حياة ونعمل ابوك وامك اهم من البر والطاقه يلا بينا ده ظهر توك توك معدي دي تعالى بس احنا ايه نشوف لنا ايه نام ولا ما نتناموش وانا هولع فيك بقول لك ايه تعالى انا جات لي فكره نجيب بيها فلوس نشتغل على توك 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 انا هوريك دلوقتي اللي هي يا نهار السوخ من الحراميه خد مني حبتين نتيجه الراجل بقول لك ايه لسه صح لسه صح جهز بقول لك انا هغلط لهم الدنيا تيجي من تحت
زي الفل كده. رشا لهم تين تي معايا مودي. رشا تين تي بقول لك ايه، رشا تين تي ليه جاهز؟ رشا تين تي رشا واحد. لا لا ما تفكر دين. ما تفجرش ما تفجرش ما تفجرش. بقول لك ايه، رجعت لي فكره نفجر مع التين تي يا ابني. ما تفجرش ايه ده، ما حاجه جايبين لب وزي. مش دلوقتي يا ابني، مش دلوقتي. شايف اللي بعمل ايه؟ شايف اهم حاجه الشغل. اهم من الشغل ضبط الشغل. واهم حاجه انها ما جاتش في حد من العيال. ايوه انها ما جاتش في حد من العيال. يا ابني ليه يا ابني؟ فجر بسرعه بسرعه، اجري 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 يا ابني. الله يخرب بيتك. بص في ايه في ايه في ايه؟ اجري يا حد خدي ايه ايه نعم في ايه؟ اجري يا باسم، في ناس انا بتفجر يا حد. اجري اجري ده في مصيبه هتحصل دلوقتي. هجيبهم واروح فين؟ هم راحوا فين؟ خدوا فيها يا جبته. اه شلق المكان كله محاصر. لحقوني لحقونا. رفع ايدي يا باشا، رفعت ايدي وده كله محاصر. بس المكان كله محاصر. بس في حد هيتاكل بعد الفيديو. حد الظابط اتقتل. هامل يا اخوانا. بس يا الظابط يا ابني خرب بيتك، هعرف مكان يا حظ ظابط. بغلط يا حظ ظابط. بغلط. اوف اوف اوف. انا اسف. كل الفلوس اهي، كل الفلوس اللي معايا، كل الفلوس اهي، كل الفلوس اهي. لا لا ثانيه بس، ثانيه 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 ثانيه. سيب لنا الطلعه دي. عليكم ورحمه الله وبركاته. تعمل ايه؟ الحمد لله انا كويس والله.